عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. في حفظ الله ورعايته مشاهدينا الكرام متابعينا العزاء، ينطلق هذا الشوط شوطنا الذي خصص للحول المحليات الأزايل. نسير مع مقدمة الشوط وناخذ المركز الأول الصدارة. أنا كما مع شعار اليابري اللي على مقدمة الشوط بالمركز الأول والصدارة. نسير هناك مع مقدمة الشوط، ولكن شعار الشرقي بن حمود بالزمن يقدم روعة على المركز الأول. قدمنا نشوف رقم المركز الثاني المتواجدة بالفعل الشاهنية لسيد سعيد بن حران اليابري، نتأخر مع المركز الثالث ونرى ثالث المراكز. شوف الانفراد الثنائي ما بين المراكز مشاهدينا الكرام. ناخذ المركز الثالث، ايضا نتاخر. القادمه مشاهدينا الكرام اللي هي ثمينه للسيد محمد بن سهيل بن عويضان، والمركز الرابع وصلت وتحركت مشاهدينا الكرام لسيد حمد بن علي بن زويدان من يقدم لنا المسك على المركز الرابع. والمركز الخامس هناك الواصلة مشاهدينا الكرام والحاضرة فيه أيضا اللي هي جمايل منصور بن علي بالخصم على المركز الخامس. والمركز السادس تتواجد مهابة لسيد عبيد سيد حميد بن عبيد بن حضيبة على المركز السادس. هكذا الست المراكز الأولى في تحدي هذا الشوط، وأنا أعود إلى القيادة الأولى والمركز الأول. ما في ذكره فوقها مسحتنا.
نعود مع الشاهنية اللي مسيطرة على المركز الأول لسيد سعيد بن حرام بن سعيد اليابري من يقدم الشاهنية على المركز الأول مسيطرة بهذا الأداء الجميل من بداية الانطلاقة. هي على رأس الحربة مسيطرة بحضور مشرف بينما تتواجد روعة على المركز الثاني الشرقي بن حمود بن زفن الحرسوسي على ثاني المراكز، بينما المركز ثالث المراكز تتواجد مشاهدي الكرام. شوف المسافة بيننا وبين المركز الثالث. المركز الثالث تتواجد فيه المسك لسيد حمد بن علي بن سويدان، بينما المركز الرابع هناك القادمة مشاهدينا الكرام أيضا اللي وصلت في هذه اللحظة. يا مرحبا بهذا التقدم. وصلت الظبي لسعادة سالم بن راشد بن حضيرم اللي وصلت على المركز الرابع، بينما هناك من خذت المركز الثاني الظبي المسك على المركز الثاني حمد بن علي بن زويدان. المركز ايضا الرابع تتواجد مشاهدينا الكرام لسيد منصور بن علي بالخصم، والمركز الخامس لسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري. ولكن نعود مع الشاهنية اللي على المركز الأول مع اليابري مع بن حران، ولكن الظبي تغترب وصيفة الرموز وصيفة الإنجازات. هنا صاحبة المعارك تتواجد على المركز الثاني لسعادة سالم بن راشد بن حضيرم الاكتبي، يقدم هذا التواجد على المركز الثالث. ثالث المراكز جمايل منصور بن علي بالخصم، المسك على المركز الرابع لسيد حمد بن علي بن سويدان. أما المركز هناك ثمينة لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري على المركز الخامس، والمركز السادس أيضا لسيد محمد بن سهيل بن عويضان. ولكن خلاص نعود مع الظبي على المركز الأول مسيطرة بهذا الأداء ومسيطرة بهذا الحضور، مسيطرة بهذا التواجد المشرف. ما شاء الله تبارك الرحمن، الظبي على المقدمة. الله على هذا الأداء الجميل، الله على هذا الحضور. واحدة من الأسماء القوية المرشحة دائما وأبدا هناك على البداية، سلالة غنية عن التعريف، سلالة تفرق عن سلالة على مقدمة الشوط. الظبي الاسم التاريخي، الاسم الثمين، الاسم العملاق بالفعل، أيضا هذا الاسم يستحق له بالفعل. أيضا مشاهدي الكرام هناك يستحق لأبيات شعرية بالفعل. يا أبو منصور، الله الله الله، راحت على المقدمة، راحت على البداية، راحت على المقدمة. الله يضبي حاملة لواء هذا الاسم العملاق، حاول أيضا حاملة لواء اسم الظبي المملوكة لسمو الشيخ منصور بن طحنون بن محمد آين هيان صاحبة السيوف، سمى هذا الاسم لتلك العملاقة أيضا تيمنا باسم العملاقة التاريخية. سمى أبو منصور هذه النجمة على اسم الظبي وهي كفون بهذا الحضور وبهذا الأداء الجميل. المركز الثاني تتواجد مشاهدينا الكرام لسيد محمد بن سهيل، والمركز الثالث سيد حمد بن علي. ولكن الظبي طارت
الظبي الظبي الله 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 الظبي 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 على الصدارة الظبي أم العوايد الظبي على قيادة الشوط سعادة سالم بن راشد بن حضير المكتبي سلام بو منصور سلام سلامي على هذا الأداء الجميل اللي تقدمه الظبي لحظات وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس والنقطة الثانية على التوالي مع هذا الشعار سلام بو منصور سلام. المركز الثاني للسيد محمد بن علي بن سودان، المركز الثالث سيد محمد بن السيل بن عوضان، المركز الرابع. وصلت في مشاهدينا الكرام للسيد عبد الله بن راشد بن حليس، والمركز الخامس مع ابن عويضان، سادسا مع ابو خرايط. التوقيت الزمني 10 دقائق 16 ثانية، ما شاء الله تبارك الرحمن.